السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. روان إبراهيم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد شادي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد إسماعيل، آدم مصطفى، عليكم السلام. ندى أحمد ومحمد أحمد اللي بعلم باباهم الشورت فاول. برافو يا أحمد يا محمد، برافو يا ندى، مبسوط منكم جدا يا مستر ما شاء الله. زينة أحمد، عبد الله طريف، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبة الزيني، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلهام يوسف وساندي صابر برضو من الناس الملتزمين في الواجب جدا 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 ما شاء الله. زياد، مين تاني؟ Who's next؟ مين معانا تاني؟ عاملين في البرد يا جماعة، الشتاء ما شاء الله داخل ايه، يخض الناس على طول، بقاله اسبوعين او شهر تقريبا بدينا الامان ومرة واحدة ايه. يوستينا باسم، مرحبا يا يوستينا. طبعا احنا قلنا النهاردة هندي جمل على الشورت يو والشورت اي مع بعض، جو فظيع فعلا فعلا، جو حاجة يعني. حضرتك ما شفتش واجب نوران، هقول لك ليه. مامة نوران رهف محمد، يا جماعة احنا محددين وقت الواجب تمام، نحترم الخصوصية شوية ونحترم ان في ميعاد. انا ليه لازم كل واحد بوقت؟ عشان كل واحد يبقى في ميعاده، ما ينفعش ابعت يوم الحصة الصبح، يوم الحصة الصبح انا عندي حصص وعندي شغل وعندي تحضير دروس وعندي تحضير حصص، ما افتحش ما بردش على حد عشان ما اضيعش وقتي. فاحنا عندنا قلنا من يوم النهارده ايه، الخميس، يوم الاربعاء ابعتي طول اليوم لعند الساعه 6 المغرب. ليه تبعتي لي الصبح؟ الصبح انا مش هشوف الصبح، لازم نلتزم بالمواعيد. رهف محمد، مستر لو سمحت، ايه الفرق بين الكوا وكوا؟ اسئلتك غريبه جدا يا احمد، انا شفت السؤال امبارح يا مستر على الخاص وما رضيتش اجاوب. مفيش حاجه اصلا اسمها كيو وراها ايج، مفيش اصلا حاجه اسمها كيو وراها ايج، مفيش حاجه اسمها كده اصلا يا احمد تمام. في حاجه اسمها كا، الكيو اسمه ايه؟ كوا، ودايما الكيو بيجي وراه حرف اليو، فمفيش مقارنه بالاثنين، مفيش مقارنه بالاثنين. برضو امبارح انت بعت لي سؤال بتقول لي ايه الفرق بين ه وهي، انت فاهم غلط، انت فاهم غلط. كلمه ه مش كلمه، انا بدي الطفل مقطع الاول عشان نكمل، بقول له ه هن، اما ده اسمها فاينل اي، بنطق الاي باسمها ناخدها في اللونج اي تمام. قطر اسم دولة، فيها ايه يعني؟ قطر اسم دولة، قطر اسم دولة، ممكن اكتبها بالاي، ممكن اكتبها باليو، ممكن اكتبها بأي لفظ، لأن الأسماء الدول وأسماء الأشخاص ما بينطبقش عليها الفونكس، ما طبقش عليها الفونكس تمام. كمان ه دي جزء مقطع، ده مقطع يا مستر، أنا هكمل بيه الكلمة لسه، ما تقارنوش بحرف بالضمير الفاعل هي. هي ديت هناخدها ان شاء الله في اللونج اي اللي هو الكلمه اللي بتكون من صوتين، بنطق الاي باسمها هي وي بي مي تمام. لكن ديت انا مدي جزء ولسه هكمل الكلمه، قلت ه
هن. انا بقول بس نشتغل مع الطفل ازاي، ندي حرفين والتالت نشبك فيه التالت. ما قلتش دي كلمه، انا ما قلتش دي كلمه، بقول ه وهنكمل لسه. تمام. كلمه الكا وكوا مفيش كلمه في الانجليزي فيها يو وراها اي وراها. تمام. مفيش كلمه في الانجليزي فيها اي وراها، زي كلمه اللي حرف الكي برضه، هتلاقي كلمه كباب، كلمه كرادي، كلمات مش 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 انجليزيه اصلا. حد عنده سؤال تاني يا جماعه قبل ما ابدا؟ حد عنده سؤال تاني قبل ما ابدا؟ ها؟ حد عنده سؤال تاني؟ فهمت يا احمد ما فهمتش؟ احمد يا شادي يا احمد، حاسك مستعجل يا مستر، حاسك مستعجل جدا. حد عنده سؤال يا جماعه قبل ما ابدا الحصه؟ ها؟ في حاجه في الواجب؟ في حاجه مش واضحه الحصه اللي فاتت؟ في نطق كلمه معينه عايزينه؟ في حاجه مش واضحه؟ ها؟ قبل ما ابدا الحصه؟ عشان توكل على الله. يلا ناخد الجمله على طول. تمام، مفيش أسئلة. طيب فهم، ماشي يا مستر، الحمد لله. طيب أول جملة عندي بقول لي a mug is on a rug. تاني a، وعلى فكرة هقول لكم حاجة عشان لو سمعتوها في حق في أواب، عشان لو سمعتوها بره ما تقولش المستر بينطق غلط. ال A دي ممكن أنطقها A، ممكن أنطقها A. دي أداة نكرة بحطها قبل الاسم المفرد الذي يبدأ بصوت فاول ساكن consonant. تمام. ممكن تسمعها أمج أو أي مج. عفوا، الاثنين صح. يعني ممكن أقولها باسمها أو بصوتها، صوتها إيه؟ أ، واسمها إيه؟ أي. ممكن أقول أمج، ممكن أقول أي مج، الاثنين صح، عشان لو سمعتها عند حد ما تقولش هو غلط وما تقولش المستر بيقول غلط. ممكن أقولها أي باسمها أي 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 مج، واقول a mug، الاثنين صح. a mug is on a rug. هنا شورت a، شورت u، شورت i، شورت o. وما تقول كلمه حرف هنا ال o بالذات في كلمه on، ما تقفلش بقك او ما تقولش on، لا on. on فاكر؟ buck، cup، box، fox. ما تقولش on، يعني ما تقفلش ال o بتاعتك في الامريكان اكسنت، ما تقفلش بقك في الامريكان اكسنت في الاو بالذات، ما تقولش او او. شوف بقك عامل ازاي محجمه انت، او او لا، اون اون. افتحها شويه، مط شويه فيها، اون اون اون. خلاص. امج از اون ا رج، الاو اليو هنا شورت يو، والار مع اليو ر، ورج يعني سجاده صغيره، رج رج. ما تقوليش رج، احنا قلنا مفيش علاقه بين الار والراء في العربي. رج، run، rain، rich، okay، red. يبقى a mug is on a rug. A mug is on a rug. A mug is on. A mug is on a rug. 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 انا مش فاهم حاجه يا جماعه. مامت احمد شادي بعت لي على الخاص بيقول الفيديوهات صح ولا غلط. يا مستر انا في حصه. يا مستر يا جماعه انتوا مش عارف تعملوا فيا كده ليه؟ مامت احمد شادي انا في حصه يا جماعه، ازاي هجاوب على الخاص؟ انا عايز اعرف ازاي معايا في الحصه مباشر وتسالي سؤال على الخاص. انا هشوف الحصه، هشوف الخاص ازاي. امج از اون ا رج، امج از اون ا رج. الجمله الثانيه بيقول لي اي can hug and run. I can hug short Juliet and run. بعد كده بقول لي a pin is red. A pin is red. بعد كده I feed the duck. I feed the duck. هنكتبهم وبعد كده نشرحهم. I feed the duck. A pin is in a cup. A pin is in a cup. كمان واحدة. A bit can run. A bit can run. A fox is in a hut. A fox is on a hot. تمام؟ يلا نقراهم.
اي طبعا احنا قلنا حرف الاي طالما بيجي كابيتال كده هنطبق اسمه اي، ما اقولش عليه ايه، ده ضمير معناه انا. اي كان شورت اي، ها ها هاج تمام، اند شورت اي رن، اي كان هاج اند رن، اي كان هاج اند رن. خد بالكم في حاجه اسمها لينكينج كلمات. يعني ايه لينكينج؟ لو انا بقول اند في الكلمه ما اقولش اي كان هاج اند رن، لا هقول اي كان هاج اند رن، اند رن ما اقولش اند رن. دي واحده. ايه ده انا شغال من غير المايك؟ مش تقولوا يا جماعه شغال من غير المايك. تقولوا يا جماعه انا شغال من غير المايك؟ لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، المايك مش شغال مش معلقه اكيد حسيتوا بالفرق الصوت يعني. تاني I can hug and run. I can hug and run and run and run اللي هي and run. I can hug and run. A pen افتح بقك pen. ما شاء الله الواجبات كلها امبارح كويسه كله فاتح بقه pen pen. وعجبني تعليق معرفش مين صراحه، مامه مين، الولد بيقول بين، قالت له ما تمدش في الحرف. فعلا ما يمدش في الحرف الاو والاي بالذات عشان انا بفتح بق شويه فالطفل بيتخيل ان هو بمد فيها فبيقول بين. لا اسمها بين 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 بين. افتح بقك. A pen is red. A pen is red. طبعا عشان دي صفه ما بحطش قبلها اي اي، يعني هنا حطيت اي هنا حطيت A لكن ما بحطهاش قبل الصفة يا جماعة. طب كويس، هنا ما بحطش A قبل الصفة، أنا بحطها قبل الإيه؟ الاسم المفرد بس، ما بحطش الآ قبل الإيه؟ قبل الصفة، إلا لو كان وراها الموصوف. A pen is red. 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 I fed. مش فيد. Fed. I fed the duck. Short U. I fed the duck. I fed the duck. احنا قلنا كلمة the ليها two pronunciation. يعني ايه؟ لها نطقين. امتى؟ بس سيبيها 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 بس 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 سيبيها. ليها لها ايه؟ نطقين يا جماعه، نطقين امتى؟ ممكن انطقها ذا، ممكن انطقها ذي، ذي امتى؟ لو يجي قبلها حرف فاول، يعني ايه؟ يعني عايز اقول النهايه، هقول ذي اند، ما اقولش ذا بقى ليه؟ عندي هنا ايه؟ حرف فاول، دايما هقول عليها ذي، ذي اند، ذي اند، نعم خليه معاكي، ذي اند، ما اقولش ذا، تمام؟ يبقى الذا دي قال التعريفيه لها نطقين، يا اما ذا يا اما ذي، ذا عاديه في اي كلمه، لكن ذي لما يجي قبلها حرف فاول، لا عايز اقول ذا اورنج، ما اقولش ذا اورنج، لا ذا اورنج عشان قبلها فاول. ذا اويل، ذا اويل، ذا ابل، ذا ابل، ذا ابل. خلاص يبقى اي كلمه بتبدا بفاول حط قبلها ذا، خليها ذا مكسوره، تمام؟ يبقى اي فيد ذا دك، اي فيد ذا دك شورت يو. التي اتش هنا قالت تعرفيه بنطقها ذا، ذا ما تطولش فيها ما تقولش ذا، لا ذا ذا. I feed the duck. I feed the duck. الجملة اللي بعدها a pen. A pen is in a cup. A pen is in a cup. Short A, short E, short I, short I, short A, short U. تاني a pen is on. A pen is on a cup. 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 A pen is in a cup. كلمة cup يعني فنجان. تاني a pen is in a cup. طيب الجملة بعدها a pet. A pet. A pet can run. A pet can run. A pet can run. 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 A pet can run. A pet can run. لازم وانا بقرا احقق كل الشروط، اقرا صح انطق صح، اقرا بسرعه انطق، اقرا بطريقه كويسه، تمام؟ يعني ما اقولش اجي انطق البي تطغى على الاي، اركز في الاي تطغى على البي، اركز في الكلمه دي انطق الكان غلط، اركز في الكان انطق حرف الار غلط، الار ياثر على اليو، اجي ازود السرعه لا. يبقى انا وانا بقرا احسن اخد بالي من كل حاجه. تاني a pit can run. A
pit can run. A pit can run. A pit can run. A pit can run. بعد كده a fox. A fox is on a hut. A fox is on. A fox is on. A fox is on a hut. A fix. A fox is on a hut. تاني. Again. A fox is on a hut. A fox is on a hut. A fix. A fox is on. Is on. A fix is on a hut. A fix is on a hut. A fix is on a hut. طب الطفل هيعرف يقرا بسرعه كده امتى؟ مع التكرار دايما دايما بتيجي واحده واحده. تاني هقراهم اخر مره عشان امسح واكتب غيرهم. A mug is on a rug. I can hug and run. A pen is red. I fed the duck. A pin is in a cup. A pit can run. A fox is on a hut. تمام؟ امسح يا جماعه. امسح. امسح. ها امسح واكتب غيرهم. امسح يا جماعة. تمام يا مصر. شكرا مامة ادم. انا مش عارف الناس يا جماعه لما ترد ايه اللي هيحصل لها. مش عارف. انا مش عارف الناس لما تقول ماشي يا مستر امسح ايه اللي هيحصل يا جماعه. انا مش عارف. انا في نقطه غريبه جدا في الجروب ده ما اعرفش في ايه بالظبط. هو اللي هيكتب حاجه هيخسر حاجه يا جماعه. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. يلا يا جماعة. A dog short A short O. A dog ran at a hen. 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 A hen is fat. A hen is fat and thin. احنا قلنا تي اتش قبل كده وانطها ث او ذا. مفيش قاعده بتقول لي اي حاجه خالص انطها ث امتى وذا امتى. تمام. ث ان ثين. ث ان ثين. اهن اذ از فات اند ثين. حتى لو المعنى مختلف يعني ازاي الفرخه تخينه ورفيعه ماليش علاقه بالجمله. انا بجيب كلمات تدرب الطفل بصرف النظر عن المعنى يعني مقنع او غير مقنع. هو المعنى مش مقنع ازاي الفرخه تخينه ورفيعه في نفس الوقت. A hen is fat and thin. A red pen is on a mug. A red pen is on a mug. A red pen is on a mug. تاني. A red pen is on a mug. تمام؟
a mug. Is on a desk. 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 دي مع الاي د د desk. A mug is on a 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 desk. آخر جملة. A book. A book is under. خد بالكم بقى الكلمة ديت عشان فيها شورت يو فيها شورت اي مع بعض. بص كده. اليو makes the sound مع الان يبقى ان مع الدي under. 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 يعني تحت. A book is under a desk. تمام؟ شورت يو شورت اي. تاني. A book is under a desk. A book is under a desk. A book is under. Under. خد بالك حرف الار في الاخر. ايا كان حرف الار في الاول في الاخر في النص ما تعملوش معاملة حرف الراء. ما تقوليش under. تمام؟ under. 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 علق لسانك. هو الار ليه نطق في الاول وفي النص وفي الاخر. في الاول عرفناه بنضم بقنا بنرجع لسانا لورا ونعمله ايه نلفه شويه ونقول كلمه ران ران. في الاخر بعلقه شويه بقول راحت فين. under 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 ما اقولش under. تمام. under under. اوكي هقولهم اخر مره. a dog ran at a hen. A hen is fat and thin. A red pen is on a mug. A mug is on a desk. A book is under a desk. تمام؟ دي كده الجمل. همسح عشان ناخد الكلمات اللي فيها الحروف المركبة اللي هي TH والCH والSH وTH ذا والTH ذا. ها أول ما تخلصوا يا جماعة قولي امسح أو خدوا سكرين شوت وخلاص أسهل. خدوا سكرين شوت لو الصوره كويسه خدوا سكرين شوت بالجمل على السبوره عشان تكتبوها في الكراسه والاولاد تقرا منها ومحتوى عندك حتى في الصيف قاعدين زهقانين كده مش عندهم مذاكره وشايف التليفون والموبايل والتلفزيون طول النهار معاهم هات الكراسه اللي فيها الفونكس ديت وهات شويه جمل نقراهم نعمل ريفرش للايه للمعلومات فالجمل دي والكراسات الجمل دي تتحفظ يا جماعه ما تفرطوش فيها امسح يا مصر. تمام. طيب. مش عارف مين اللي بيرن وانا شغال. طيب هناخد بقى يا جماعه الحروف الايه المركبه مع الايه مع الشورت فاول. تمام حروف المركبه مع الشورت فاول شويه كلمات اهمت. تمام لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. الكلمات دي مهمة جدا. الكلمات دي أول حاجة الـ CH. تمام بعد كده الـ SH. مش فاهم مامت حبيبي مقارنة ازاي يعني شورت ايه ازاي. مامت حبيبي تقول معلش يا مستر مفيش مقارنة. معلش يا مستر مفيش مقارنة. مقارنة شورت ايه مش فاهم ازاي يعني. قصدك ايه مامت حبيبة انت بتقول مفيش مقارنة شورت ايه مش فاهم يعني زي ايه مثلا. ما
احنا عملنا الحصه اللي فاتت مقارنه بين الاي والاي اللي هم الحرفين اللي بيلخبطوا، ولا قصدك انت؟ ها، احنا الحصه اللي فاتت عملنا مقارنه بين الاي والاي لان الاي والاي بيتلخبطوا الاثنين مع بعض. فانت قصدك ايه بالظبط؟ قصدك الشورت فاول كلها؟ يا ريت توضحي سؤالك، الله يكرمك. كل اللي احنا خدناه زي ما كنت حضرتك بتعملنا كلهم مع بعض. قصدك شورت فاول كلهم مع بعض؟ انا ما قلت الحصه اللي فاتت ان ال- 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 الاختلاف او المشكله كلها عندي في المرحله ديت. انا عارف ان هو بس في وقت بينه وبين وبين التعليق. الحصه اللي فاتت ما رضيتش اعمل الشورت فاول كلها مقارنه، قلت ان نركز على الاي والاي لان هم دول اللي بيلخبطوا. تمام، طالما حضر الاي والاي مع بعض خلصناهم، يبقى هم المقارنه كلها تبقى بينهم. لو في وقت ان شاء الله ممكن نعملها النهارده، هنعملها. حاضر 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 باذن الله. عايزين التي اتش، التي اتش مره ذا ومره ذا، خليها الاول ذا زي كلمه ذيس، هكتبهم يا جماعه كده هنقراهم ان شاء الله. زي كلمه ذم، زي كلمه ذات، زي كلمه ذا، زي كلمه ده بالنسبه ايه ذا. ذا زي كلمه ثانك، زي كلمه ثينك، زي كلمه ثم. بي هنا سايلة. زي كلمة سين. تمام؟ طيب، الكلمات دي مهمة جدا يا جماعة، الكلمات دي مهمة جدا جدا جدا، حروف مركبة. لما الطفل يعرفها من دلوقتي تفرق معاه جدا جدا جدا، أو أي حد بيقرأ. طبعا احنا خدنا الـ CH بنطقها تشا. الـ CH بنطقها إيه؟ تشا تشا. والشورت أي إيه؟ يبقى تشي. حط الـ CK تشيك. تشيك. تشا إك تشيك تشيك. لازم أفصل أو لازم أجيب حاجات بعيدة أو أصعب من الشورت إيه. تمام، ركزوا معايا. أنا النهاردة آخر حصة في الشورت فاول، الحصة الجاية تبقى أول حصة في اللونج فاول. تمام، عشان أنقله من الشورت إيه للونج إيه هيبقى فيه زبزبة. لما أديله دول هيكون ده إيه؟ آه، هو خلاص تعود إن في حاجة اسمها إيه؟ حرف أو كلمة أكتر من إيه؟ من ثلاث حروف. يبقى تشا إك تشيك تشيك. يا ريت لو في طفل جنبك او ابن جنبك خليه يردد معايا تشا اك تشيك. السي اتش بنطقها ايه؟ تشا. طيب هنا بدا بالايه؟ ذا اي ميكس ساوند ايه، والان ان، والسي اتش بنطقها شا. ايه ده يا مستر؟ انت مش قلت لنا السي اتش بنطقها تشا؟ ايوه، لكن السي اتش ليها 3 برونسيشنز، ليها 3 نطق اللي هم ايه؟ كا او تشا او شا، وهنعرف ده قدام ان شاء الله. فدي هعمل له عليها ايه؟ ممكن اعمل له عليها فوق كده اس اتش، يعني انطقها زي الاس اتش. يبقى انج. اوعى تكتب حرف الشين بالعربي، اوعى نكتب حرف الشين بالعربي فوق الكلمه، ما تعودش الطفل على كده. انش 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 انش. الام مع اليو ما ما، والسي اتش تشا. ماتش 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 ماتش. الاس السي اتش بنطقها تشا، والاي تش. كمل. تشيبس chips chips. ال s h ch والشورت o o o. chop 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 chop. ال s h ch وال e eh eh. افتح بقك بقى، ركز معايا. احنا قلنا هنا ايه؟ بص كده النطق عامل ازاي. قلت هنا تشي، طب هنا تشي 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 تشي. فرق جدا يا جماعه بين الحرفين دول، مهمين جدا عندي انا بالذات عشان لما اجي املي طفل كلمات يبقى عارف الفرق. chips check 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 check. chip chip chip. تحس في كسره شويه كده. chip check check مفتوحه شويه. chill chill. عجبني مين في الواجب؟ عجبني محمد وندى. تمام، في نطقهم لحرف ال، نطقهم لحرف ال في كلمه سيل. تمام، سيل سيل. في اولاد عدت عليهم بيقولوا سيل، ما شاء الله النطق بتاعهم ممتاز جدا في الحرف ده بالذات. انا بحب الحاجه اللي انا باكد عليها في الحصه، والطفل او الام طبعا، هي الطفل مش هياخد باله، الام هي اللي بتقول، بتركز عليها في الواجب، انا بفرح جدا جدا جدا. تمام، يعني مش بحس ان تعبي ما بضيعش. ليه؟ انا قلت حاجه عشان تاخدوا بالكم منها، قلتوا حاجه
فلو لو 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 اتعملت في الواجب انا بفرح، ما اتعملتش بحس ان انا ايه، ما انت كده مجهودك بيضيع. لا، اما لما الاقي حد عملها بحس ان انا ايه، انت صح. تمام. وهقول لكم تاني، الواجب لما يجي كويس وحلو انا بيدي، وتعليقاتكم بتديني دفعه، والله بتديني دفعه. تمام. الواحد شغال كل يوم طبعا وشغال وعمل نتائج ممتازه، لكن هيفضل الواحد هو دي طبيعه في البني ادم او طبيعه عندي، لو تعليق كويس بيجي او واجب كويس بيجي انا بيديني دفعه اكتر، بيديني بخليني اصر ان انا ادي اكتر ما عندي. تمام. فبحيي محمد وندى على النطق بتاع كلمه سيل، سيل دي بالذات. تمام. فدي اسمها ايه برضو زيها؟ تشيل، تشيل، تشيل. برضو يا جماعه انا ما بعملش مقارنه، انا ما بعملش مقارنه، انا ما بعملش مقارنه عشان ما حدش يقول لي وابني وابن، انا ما بعملش مقارنه والله. حاجه تذكرتها فقلتها، انا قلت الواجبات كلها ممتازه، الواجبات كلها ممتازه. تشيل، تشيل، سي اتش، تشيل. ما اقولش بقى تشيل، لا، تشيل، تشيل. تشيل يعني بارد او يعني، يعني بارد يعني ايه؟ مش بارد يعني جو، انا اكلت اكل حار. بارد يعني بارد ايه؟ حراق يعني. تمام. معناها كده تشيلي يعني ايه؟ يعني حراق، شط. تمام. تشيك، تشيل، تشيل. طيب ده هقول تاني، تشيك، انش، ماتش، تشيبس، تشوب، تشيك، تشيل، تشيل. اللي عايز ترجمه، تشيك يعني كتكوت، انش اللي هو الانش بتاع الوحده القياس سنتي تالي. تمام. يعني الانش اللي هو انا خسرت 15 انش، 5 انش وحده قياس. ماتش يعني زياده، تشيبس رقائق اللي هو تشيبسي، تشوب يعني يقطع، تشيك يعني يفحص، تشيل يعني بارد. نيجي لمين؟ للاس اتش. الاس اتش ميكس ساوند، خد بالك دي تشا ودي شا، واليو مع بعض، شات، 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 ش، ات، شات. طيب ف، ايه، ش، ف، ايه، ش، فيش، فيش. ودي تنفع جمع وتنفع مفرد، كلمه من الكلمات الشاذه تنفع جمع ومفرد، تستخدم كجمع كايه كمفرد. سما، ايش، خد بالك هنا بوصه. تمام. الاس انا قلت واحد قياس يا احمد، ما قلتش ايه، انا كنت رايح عن بالي. تمام. الاس مع الام هنا ما اقولش سم. تمام. يعني الاس ام اعود ابني اقول عليها سما، 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 ما اقولش سم. تمام. سما، ايش، سماش، سماش، سما، ايش، سماش، سما، ايش، سماش. الاس اتش، ش، ايه، لف، شيلف، شيلف يعني رف، شيلف، شيلف. وبرضه ال عامله ازاي؟ شيل، ما قلت الشل، ما قلت الشلف. رف يعني شلف، لا مش شلف، شيلف، شيل، شيل. ال دي دارك، ال خليها عندك على طول، اي ال قبلها اي، اي او يو اي انتهى ال، شيلف، شيلف. شيب، 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 شيب يعني سفينه. شيرت، شيرت. في حرف الار عامل ازاي؟ حرف الار عامل ازاي؟ ملوش حل، في الاول في النص في الاخر لازم تدي له اهتمام، لازم تدي له اهتمام. ما تقولش شيرت، مش شيرت، شيرت، ار ار، شيرت، 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 شيرت. اندر، اندر، اندر. ران، ران، شيرت، اندر. حرف الار ادي له اهتمامه وانطقه صح، هيفرق جدا في نطقك. شيرت، شيرت، مش شيرت. انت عملتها لونج ايه ليه؟ ما اسمهاش بيرد، اسمها بيرد. ما اسمهاش نيرس، اسمها نيرس. شيرت، بيرد. ما اسمهاش ترم، ترم. ما اسمهاش فيرب، اسمها فيرب. ما اسمهاش بيرث داي، اسمها بيرث داي. ده كله هناخده ان شاء الله. حروف مركبه مع حرف الار ليها نطق مختلف تماما. حروف مركبة اللي احنا خدناها مع حرف الار نطق، نطق مختلف تماما. تمام. اسمها هيرت، يؤذي. ما اسمهاش هارت، هيرت، شيرت، بيرث، بيرد، نيرس، تيرم، ثيرد. اظبط الار بتاعتك هتفرق جدا في نطقك. تمام. ما تقوليش بيرد طائر، ما تقوليش بيرث ميلاد، ما تقوليش شيرت قميص. لا لا، ده انجليزي مش عربي.
ما تحطش حرف مكان حرف. انا لما اقول بي ايه انت قلت ايه؟ قلت لونج اي. بص كده مش واخد بالك، بيرد بيرد. طبعا كلنا بنقول عليها بيرد، ما حدش يقول لي انا بقول عليها مثلا بيرد بيرد. بنقول عليها نيرس، ممرضه يعني نيرس. لا ما اسمهاش ني اي، انت كده حولتها لونج اي. الطفل هيكتبها اي ولا يكتبها يو ار؟ لا اسمها نيرس نيرس نيرس. ثيرد ثيرد، الثالث ثيرد 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 مش ثيرد. فرق كبير جدا يا جماعه، ده كله ان شاء الله هناخده باذن الله في الحروف المركبه. تمام باذن الله. وصلنا فين؟ شيرت شوب شوب شوب. خد الكلمه دي كمان، الاس مع التي اسمها ستا اوب ستوب ستوب ستوب. يبقى الاس مع الام اسمها ايش؟ سماش. والاس مع التي ستا اوب ستوب ستوب ستوب، مش ستوب 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 ستوب، مش ستوب ستوب غلط ستوب ستوب. تمام تاني، شوت فيش سماش شيلف شيب شيرت شوب ستوب. نيجي للتي اتش، احنا التي اتش عندي ايه؟ تو برونانسيشنز، يعني ايه؟ لها نطقين، يا اما ذا 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 ويا اما ث ث ث. اول حاجه ذا ذا، اس ذس ذس ذس. طبعا ما طلعش لسانه كده، بس انا بعرف الطفل ان بطلع فيها لساني، فلازم اطول شويه قدام. هو ما ينفعش اطلع لساني كده اقول ذس كده زي ما انا بعمل، بس انا بوري الطفل ان لساني بيطلع فيها. ذس 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 ذس. ما اسمهاش ذس، مش ذس ذ ذ غلط. ذس 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 از ا بين ذس از ا بين ذس از ا بين. تمام ذم ذم، بص كده ذي ذي ذس ذي ذي ذم. الاي مفتوحه ازاي؟ ازاي ذم 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 ذ ايه هم ذم. ذات 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 ذا 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 ذا. يبقى ما نقولش بقى من دلوقتي، ما نقولش ذس ذم ذات ذا، لا خلاص. اعرف الصح وقوله، اعرف الصح وقوله، اعرف الصح وقوله. مهم جدا 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 نعرف الصح ونقوله. احنا قايلين صح وقايلين الغلط، ليه ما نقولش احنا عرفنا المعلومه يبقى نصحح المعلومه اللي عندي غلط، اشطبها واقول الجديد بعد كده. تاني this this them them that that the the، بلاش the. تمام this them that this the. طيب لو هي هنطقها ث زي كلمه thank، برضه هطلع لساني لكن بالايه؟ بالث. thank 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 think 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 think. شورت اي thumb thumb. طبعا البي سايلنت، هناخدها ان شاء الله في حروف الايه؟ السايلنت. ان البي when the letter m after comes before the letter b we don't pronounce the letter b. when the letter m comes before the letter b we don't pronounce the letter a b. يعني الحرف الام لما يجي اب بعده b ما تنطقش ال b ابدا، فهقول عليها thumb 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 thumb. يعني ابهام، ما اقولش thumb ما بقولش thumb لا thumb thumb. اخر كلمه معانا thin thin، يعني نحيف thin th ايه تاني thank 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 think 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 some 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 thin thin thin. الكلمات دي مهمه جدا عشان انقل من الشورت فاول لللونج فاول، لازم يكون في في النص حاجه تقول لي في حاجه اعلى من الشورت فاول واقل من اللونج فاول اللي هي الكلمات دي. ده مرحلة انتقالية، بقول للطفل مش هاخدك من الدار للنار، مش هاخدك من الشورت لللونج في ثانية واحدة، لا لازم أعرفك إن في كلمات تانية، في مستوى في النص، في مستوى تحت شوية، حرفين مع حرف، حرفين ساكنين مع حرف إيه؟ فاول، ساكنين مع فاول، ده أسهل شوية. خش بقى الحصة الجاية إن شاء الله على أول حصة في اللونج إيه بإذن الله تعالى. لا شوف على الجزمة كده. تمام؟
المرحلة دي مهمة جدا جدا جدا، هقولهم آخر مرة عشان نقفل وناخد مقارنة زي ما حبيبة محتاجة، مقارنة على الشورت إيه؟ فاول. مقارنة على الشورت فاول. لسه ما خلصناش يا جماعة، لسه ما خلصناش الواجب إيه؟ لسه ما خلصناش الواجب، هنقرا الكلمات دي كلها. هنقرا الكلمات دي كلها فيديو، والجمل هتقري فيديو، لازم أسمع نطقهم، لازم أسمع نطقهم. تاني this them that. يا ريت يا جماعة كل واحد يقول ورايا، الأطفال وحتى والمامز اللي قاعدين يقولوا ورايا، مش عيب، قولوا كل واحد يقول ورايا. يلا هنقول واحدة مع بعض، ها this، هنقول الكلمة ثلاث مرات this. خليني أحل عشان أبان. this this this. برافو عليكم. ها them them them. برافو. that that that. برافو. the the the. برافو. ها thank 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 thank. think 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 think. some some some. thin thin thin. chick chick chick. inch inch inch. much much much. chips chips chips. chop chop chop. check check check. chill 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 chill. shut 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 your mouth shut your mouth. shut. fish fish. I like fish fish. smash smash. I smash it I smash it. smash smash smash. shelf shelf shelf. a box on a shelf. a book the books is on a shelf. shib shib shib. shirt 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 shirt. shib. a slow ship a slow ship. a new shirt new shirt. shop shop. a pet shop a pet shop. stop stop please stop please. تمام، دي الكلمات. النهارده ان شاء الله خميس، عد الخميس، معانا الجمعه، سبت، احد، ثلاث ايام لازم لازم نراجع على الشورت فاولز كلها. يعني هجيب كراسه من الاول ونقرا كلمات الشورت فاول وجملها، كلمات الشورت او وجملها، كلمات الشورت اي والجمل بتاعتها، كلمات الشورت اي والجمل بتاعتها، كلمات الشورت يو والجمل بتاعتها والقصه بتاعتها. ليه؟ عشان لما ندخل الشورت اللونج فاول يبقى حاجه خلصنا منها، حاجه خلصنا منها. وان شاء الله لما ندخل على اللونج فاول هيقولوا الشورت فاول ده حاجه ايه، كانت كده لعب ايه، لعب عيال. تمام، ناخد مقارنه بقى بين الايه، من الشورت فاول. بسم الله الرحمن الرحيم. اي او لسه ايه، شورت يو.
حرف ايه كمان؟ ايه كمان؟ ايه كمان؟ خليها ريت احسن. فور ريد روك ريتش روك. كمان كلمة ذات فين فيت فوت فيت فوت. تمام معانا يا جماعة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ما ان ما ان ما اوب ما ات ما اج. تاني مان من موب ميت مج. تمام تاني اجن مان. كل يقولوا ورايا يا شباب ها. مان من موب ميت مج. مان من موب ميت مج. ها ها ه ه هو هو هي هي ها ها هات. خدوا بالكم الشغل كله وتركيز الفرص كلها على الخمس حروف دول الاي والاي والاو والاي واليو. هم دول الشغل كله. خلصناهم شورت هنرجع ناخدهم لونج. خلصناهم لونج هنرجع ناخدهم حروف مركبه. خلصناهم حروف مركبه هناخدهم على الحروف السايلنت. حروف السايلنت مع حرف الار حرف الحروف هي لب اللغه الانجليزيه كلها الحروف المتحركه الخمسه. تمام هات هن هوت هيت هوت. شوف البق عامل ازاي نطق مختلف. تمام هات هن هو هوت هي هيت ها هات. هات هن هوت هيت هات. هات هن هوت هيت هات. هات هن هيت هوت هات. هات هن هوت هيت هات. هات هن هوت هيت هات. هات هن هوت هيت هات. فات فا ف ف ف ف فا ف ف ف ف ف ف ف فات فد فوت فيت فن. فات فد فوت فيت فن تقريبا. فات فد فوت فيت فن. فات فد خلي عندك. فات فد فوت فيت فن. كان سيل كان سيل كوب سيب كوب كا سي كو سي كا. طبعا في المقارنة ما ينفعش اعد حرف السي. لازم حرف السي يجي في المقارنة عشان الاي والاي. كان سيل سيل كوب كوب سيب سيب كوب كوب. كان سيل كوب سيب كوب. بين 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 بوت بوت بين بوغ. بان با بي بو بي با. بين بين بوت بين بوغ. Pen, pin, put, pin, pug. Pen, pin, put, pin, pug. Re, re, ro, re, ra. Tenny, re, red. Nah. Min darabak. Didi? Kassarha. Re, re, ro, re, ra. Khudak min harf al-awr. Tenny, re, ر ر ر ر. again rat red rock rich ch منطقه rich rug rug. again rat red rock rich rug. v 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 van vet 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 vot vot vit 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 vot vot vot. van vet vot vit vot. van vet vot vit vot. تمام هسيكم هنا بقى تقراهم معاكم كده. يلا استنى عشان تشور الكلمات. كل يسمع لهنا يا جماعه هو بتقراه. السلام عليكم. اقول مع كده باد. كل قول معانا يا شباب. يلا مان حاسه بشورت باول ها. من موب ميت مج. مان
من موب مت ماك هات هد هات هيت هات هات هيت هات هيت هات. شكرا يا طنط. فات فيد بنقول مع هنا فات بنقول مع هنا ها فيت فاد جود فات فات فيد فيد فوت فوت فيت فيت فان فان كاد كان سيل سيل كوب كوب سيب سيب كوب كوب again كاد كان سيل سيل كوب كوب سيب سيب كوب كوب باد بان بيد بوت بوت بيد بيد بوغ بوغ pad pen pad pen pelt pen pot pot pit pin 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 pug pug. برافو شجاع حبيبه. هنا شجاع حبيبه. برافو يا حبيبه. ها مين تاني بيقول معانا؟ يلا برافو يا حبيبه. rat rat red red rock rock rich rich rug rug rat rat red red rock rock rich rich rug rug van van vit vit vot vot vit vit vot vot again van van vit vit vot vot vit vit vug vot. برافو يا اواب. شجاع اوابي هنا. برافو يا اواب. مين تاني؟ انا شرط ايه لوحدها كده؟ يلا man man hat hat fat cat cat can pad pen rat rat van van men men. ادم بقول يا هنشجع ادم. برافو يا ادم. ها هن 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 ها فد فد سيل سيل pen pen red red vet vet. معاذ بقول يا هنشجع. معاذ. برافو يا معاذ. تينا شجعتينا. برافو يا تيت. mop mop hot hot foot 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 cup cup pot pot rock rock vote vote meet meet hit hit fit fit sip sip pin pin rich rich vit vit. شجع هنا الهام وسندي. برافو يا الهام. برافو يا سندي. مين تاني؟ short you mug mug hot hot fun fun cup cup pug bug rat run rug rug vat vat. تمام. سانك سهلة. تنصحيهم بايه هنا قبل الشورت فاول واللونج فاول؟ اللونج فاول عامل ازاي؟ تنصح الاولاد بايه عشان الحصه الجايه اول حصه في اللونج فاول تقول لهم ايه؟ اللونج فاول احنا بنطول فيه. احنا الاي اسمه ايه؟ اي. احنا الحصه الجايه ان شاء الله هنقوله في الكلمه اي باسمه، وهنعرف الحالات بتاعه الايه اللونج اي. يبقى لازم الحصه دي نراجع مراجعه تامه على مين؟ على الشورت فاولز عشان نركنهم وان شاء الله. برافو يا احمد. احمد اسماعيل. عبد الله قولي هنا. برافو يا عبد الله. الحصه الجايه ان شاء الله هناخد اللونج ايه. تنصحيهم بايه في الشورت فاول ولا منين على اللونج فاول؟ هنعمل ايه؟ يعملوا ايه؟ يذاكروه كويس ويبقوا يتقنوه كويس عشان اللونج فاولز ننطق باسمه غير الشورت فاولز خالص. ولما ناخد الشورت لونج فاول ده هيكون بالنسبه لنا ايه؟ يعني بسيط قوي. تمام. ماما تحب تقول لك شكرا يا هنو. لا شكرا يا طنط. شكرا يا طنط. نشوفكم ان شاء الله الحصه الجايه يا جماعه. دي اخر حصه ان شاء الله في الشورت فاول. تمام. اخد حقه وزياده الشورت فاول، اخد حقه وزياده الشغل بقى كويس والاختلافات والكلمات اللي هتنطق فتح حماده واللي جاي حماده اللي فتح حماده واللي جاي حماده تاني خالص. النطق بقى بتاعكم انتم كمامز هتشوفوه مختلف جدا في اللونج فاول، وهتقول كلمات اول مره نعرف نطقها واول مره نطقها كده، لكن بيفرق جدا 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 مع الاطفال بدرجه رهيبه. ان شاء الله باذن الله الحصه الجايه هنبدا اللونج اي، هنقوله باسمه برونونس ات باي اتس نيم، هنقوله باسمه في الكلمه وان شاء الله يبقى سهل جدا معايا باذن الله تعالى. واشوفكم الحصه الجايه ان شاء الله على خير. على خير ايه؟ على خير باذن الله تعالى. ممكن يا مسة تتكلم ذس this 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 this
this. حد عنده اي سؤال يا جماعة تاني قبل ما امشي؟ حد عنده اي سؤال؟ any questions او any questions؟ تنطق شه وتنطق طه عادي. ها حد عنده اي سؤال؟ any questions. جزاك الله خير وخير جزاكم. محمد عبد الله ان شاء الله هنبدا اللونج فاول، وان شاء الله يكون على قد المسؤوليه، ان شاء الله على قدر من المسؤوليه، وما خيبش ظنكم فيا باذن الله، ونطلع من الكورس ده بمنتهى الاحترافيه باذن الله. الواجب يا جماعه هنقرا المقارنه، وهنقرا الجمل، وهنقرا الحروف المركبه مع الشورت فاول. بابا ماشي بابا وخيرا جزاكم مامه الهي. عفوا خلاص يا جماعه هنعمل مقارنه، هنقرا المقارنه وهنقرا الجمل اللي اخذناها في الاول، وهنقرا الكلمات اللي فيها سي اتش والاس اتش والتي اتش ذا وثا. مهم جدا مستر لو سمحت. بابا ايه مش فاهم السؤال. لا جه زي مستر لو سمحت، امتى هنقرا الجا جا؟ لا الجه جا الجه جا دي ليها ان شاء الله في حروف المركبه. الحروف بعد ما نخلص حروف المركبه بناخد اهم قواعد النطق اللي هي ايه، امتى انطق الاس س، امتى انطقها ذ، امتى افرق في الاملاء بين السي والسي كي والكي، دي حصه. امتى انطق الجي 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 جا جا برضو حصه، لانها لها حاجات كتير جدا وفيها شواذ. تمام فدي يا مستر لسه بعد ما نخلص اللونج فاول ان شاء الله، دي هناخدها في قواعد النطق. كمان حرف الاو بعد حرف السي في اول كلمه ما نطقوش، وحرف الاو قبل حرف الان في اخر كلمه ما نطقوش، زي كلمه كامبيوتر، زي كلمه كونكت، زي كلمه كومنت، زي كلمه كاتن اللي هي قطن كاتن. ده كله هناخده ان شاء الله بعد الحروف بعد اللونج فاول. احنا ماشيين مستوى كده، احنا خلصنا المستوى الاول، اللونج فاول ده المستوى الثاني، الحروف المركبه المستوى الثالث، بعد قواعد النطق المستوى الرابع، اخر حاجه واصعب حاجه الحروف السايلنت المستوى الاخير. اشوفكم ان شاء الله الحصه الجايه على خير باذن الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا. عفوا يا احمد، عفوا يا مستر.